نعم أحمد، تفضل أحمد، تفضل أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، عليكم السلام. الله يطول عمرك سيدنا. أنا إيه؟ عندي مشكلة سيدنا، إذا حب إذا عندك وقت تسمعني الله يعني يرحم إيه والديك. باختصار أحمد، باختصار أذكر مشكلتك باختصار. سيد، عندي واحد من أخوتي تعبنا بيان، كنت فترة يجيبنا بيان وهسه كسرناه. هاي موضوع الكسر العشائرية، أحد إخوتي يورطنا بديونه. اي والله سيد ادخلنا بالديون. إيه شنو دخلكم أنتم بديون أخوكم؟ يعني أخوكم يروح يسوي مشاكل ويسوي معاملات فاشلة، أنتم ليش تتحملون؟ أنتم ليش تتحملون؟ والله سيد تجينا العالم وهسه كسرنا، بعد العالم زمان تجينا وهسه طاردين السيد وعياله، يعني احنا خاينين بيهم. فسيد يعني اريد اشوف لفت عن طريقكم فد صورة حال، إن شاء الله أنا أبين فد وجهة نظر دينية في هذا المجال إن شاء الله. بخدمتك حبيبي أحمد، بخدمتك. الأخ أحمد يقول عندي مشكلة، وهو أنه أحد إخوانه يدخل في السوق ويأخذ أموال ويدخل في معاملات ويتداين من الناس وما ينطيهم. أكو هيك واقعا، أكو في العوائل هالشكل، أنه يورطهم يروح ياخذ ديون وما يطي للناس، والناس يجون على أهله، يا جماعة ابنكم هالشكل، ابنكم هالشكل. أولا لا تتحمل، اسمعوا جيدا، وهذا خلي ينتشر الكلام. أولا لا تتحمل العائلة، الأب، الإخوة، الأخوات، العائلة لا تتحمل جريرة وأفعال الغير، سواء أخي أو أبي أو أمي أو أبوي وأمي وأخوي وأخواتي، كل واحد يتحمل مسؤوليته. فلما أخوي يروح يتداين أو أخوي يأخذ فلوس من واحد وما يرجع له، أنا ما يخصني، أنا لا يخصني شيء. قل سيدي ما يصير، أنت أخوه، شنو ما يصير أنا أخوه؟ لا هو ينام بقبري ولا أنا أنام بقبره، لا أنا أحاسب بأعماله ولا هو يحاسب بأعمالي، كل واحد وعمله. أنت جنابك يا أخي اللي جاي علي قبل ما تطل أخويا سألتني، جيت قلت لي يا بي أخوكم يريد من عندنا فلوس نطيله ولا لا؟ سألتوني ولا قلتولي ولا خبرتوني، وتروحون تدخلون في أعمال وتجارات وما إلى ذلك، لما تخسروا تجون تدقون بابنا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا. اسمعوا جيدا، لا يجوز شرعا الإنسان أن يكلف أحدا من الناس بديون شخص آخر. أنا تقول شخص آخر، سيدنا أخوك، أخوي خليه يصير أخويا، خليه يصير أخوي، بس أخويا ما أتحمل مسؤوليته، أنا ما أتحمل مسؤوليته لا شرعا ولا عرفا ولا قانونا، لا شرعا. هسه العرف العشائري أنا ما أشتري فلس إذا كان شنو؟ إذا كان يزاحم العرف الإسلامي والتعاليم الإسلامية. عرف عشائري الإسلام ما يقبله، هذا ذبوب الشط، هذا ذبوب الشط، عرف عشائري ما مقبول. يقول مؤذي نفسه اللي يأكل فلوس الناس وما يعطي فلوسهم، مؤذي نفسه. بس العرف العشائري التعبان جاي يؤذيكم لكم، في حين الإسلام يقول ما عليكم شيء، أنتم أبدا ما عليكم شيء. شو تسوي له؟ يقول أخ سيد شو أسوي له؟ هذا بعض الأحيان طبع، يعني طبع إلا يأخذ فلوس، هذا طبع يصير عند الإنسان، لازم شوي ينجر إذانه، صدق شوي يعاقب يؤدب حتى يوقف عند حده، ويعلن للناس أيها الناس اللي يعطي فلوس لهذا إحنا أصلا ما عندنا دخل في الموضوع من البداية. هكذا أبو علي تفضل. سلام. مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا، لعبة الدومينو حلال أم حرام؟ لعبة الدومينو؟ أي نعم، حلال أم حرام؟ أي واضح إن شاء الله. شكرا سيدنا. حبيبي أبو علي. نعم. زين،
لعبة الدومينو حلال لو حرام؟ آخر سؤال خلي أجاوب عليه يا حبيبي. أنا ذكرت عدة مرات وفي مناسبات كثيرة أنه سماحة السيد السيستاني الله يحفظه يعتبر أنه لعبة الدومينو لعبة حرام، سواء بفلوس أو بدون فلوس، بمراهنة أو بدون مراهنة. فقال السيد لا يجوز اللعب بالدومينو على الأحواض، لا يجوز ذلك. فالرجاء منك ومن كل المؤمنين الذين يقلدون سماحة السيد أن لا يلعبوا هذه اللعبة حتى لو كان للتسلية، حتى لو كان بدون فلوس. فالسماحة السيد يعتبرها شنو؟ من ألعاب القمارية، فلا يجوز ذلك على الأحواض. واضح حبيبي؟ نعم كرار تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا شلونك؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك، تفضلوا. سيد أنا أداوم بالحشد. نعم. وحاليا منسب على شخص قائد بالفرقة الثلاثة اتحادية. منسب على قائد إيه؟ قائد فرقة. إيه؟ قائد فرقة بالاتحادية. زين. فأنا منسب، فإحنا مجموعة منسبين 54 نفر. فإذا شو دوام يعني يجوز أنا داوم هذا الشخص أبو الاتحادية أو ما يجوز أرجع المكان بالحشيد؟ يعني شنو منسب؟ شنو يعني حماية يعني إله؟ إيه حماية يا ويا. 54 نفر حماية إله؟ 54 نفر؟ 54 نفر من الحشد. شنو رئيس جمهورية هذا؟ شنو هذا؟ والله بعد تعرفهم أنت سعيد. كرار يعني كم ساعة تداوم؟ كم ساعة؟ بس أنا دوامي 10 أيام، 10 ب 10 داوم ببغداد. 10 ب 10 و 54 نفر ما شاء الله. 54 نفر على وجبتين احنا. وهو قائد قائد فرقة. هو قائد بس ذول ال 54 مقسمين، قسم حماية على بيته مثلا ببغداد، وقسم حماية بالبصرة. اي. وقسم حماية غير مكان. الأطفال وبناته ونسبانه. سائق البنات وسائق الأطفال. والمزرعة والبستان والكلى. أحسنت بعد تعرفهم أكثر مني. لا إله إلا الله. وبعدين واحد يطلع يسوي هوس، ليش المرجعية عندها مثلا حارس أو حارسين أو 10 أو 20؟ ما أدري على أي حال. خير. خير إن شاء الله، مشكور. بلي كرار يقول أنا دوامي في الحشد منسبي على قائد فرقة، قائد فرقة عنده 54 حماية، 54 حماية. يقول أنا شنو بإشكال كذا؟ أنت كإشكال ما عليك، أنت منسب، بس تقدر تقول يا بس أنا شنو؟ أنا جاي هنا أنا إذا دافع عن الدين، أدافع عن العرض، أدافع عن المقدسات، جاي قاعد هنا أنا مثلا بشكل خاص، إلا شنو هذه؟ تقدر انت تقبل تطلب تروح الى مكان اخر، كيفك انت. بس انه شغلك حرام؟ لا مو حرام. انت بحسب القانون، بحسب حسب تعبيرنا تعليمات، وانت عسكري. تقدر تطلب يا ابا انا غيروني ودوني مكان ثاني. هذا امر يرجع لك، ولكن ليس في عملك اشكال.